الله معنا باد جديد في سلسلة الداء والدواء من طب الحكماء. اليوم إن شاء الله مع نبتة العينون أو عين أرنب وتسمى في المغرب بتسلغة. فهذا النبات يفيد في علاج الحمى ويفيد أيضا في علاج بعض الأورام السرطانية بأخذ معدل قدر حبات العدس 3 مرات يوميا من مسحوق الأوراق ممزوجة بالعسل. وأيضا يفيد في علاج الحمى بنقع الأوراق أو غليها بغلي الأوراق أو نقعها في ماء غالي جدا وتحلى بعسل وتشرب لعلاج الحمى. فهذا هو نبات العينون، فتكون أزهارها زرقاء وهو معروف عند العشابين. والسلام عليكم إلى حلقة أخرى من سلسلة الداء والدواء من طب الحكماء.